بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، الحقيقة سؤال يطرحه بعض المشككين أن الإسلام أمر بالظلم. يقولون النبي عليه الصلاة والسلام له حديث يعني يحرض الناس على الظلم. قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فطبعا لو الحديث اقتصر على هذه الكلمات بالفعل كان معهم حق، ولكن الصحابة الكرام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما؟ يعني هذا أمر منطقي، أن تنصر أخاك المظلوم، تقف مع المظلوم، هذا أمر منطقي. طب كيف ننصره ظالما؟ قال عليه الصلاة والسلام: تردعه عن ظلمه، أو تكفه عن ظلمه، أو تأخذ على يده فتمنعه من الظلم. لاحظتم أيها الأحبة؟ طب لماذا اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الظالم إذا منعته من الظلم، أو على الأقل بذلت جهد لتمنعه من الظلم، هذا نصرا له؟ لأنك إذا كففت يده عن ظلم الناس وأعنته على عدم الظلم، بالتالي ستكون أنقذته من النار. لاحظتم أيها الأحبة؟ فهذا نصر له. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول من خلال هذا الحديث الشريف: إياكم والظلم، لأن له حديث آخر يقول فيه عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. وهناك حديث قدسي، الله عز وجل تعهد لدعوة المظلوم أن ينصره ولو بعد حين. الله حرم الظلم على نفسه. إذا كان الله عز وجل المتصرف في الكون ألزم نفسه بعدم ظلم البشر، فتأتي أنت أيها الإنسان لتظلم أخاك أو تظلم الآخرين؟ لذلك أيها الأحبة، هذه الأحاديث على عكس ما يروج له الملحدون هي دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف مع المظلوم. طيب أعطونا موقفا واحدا من حياة النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف مع ظالم ضد المظلوم. كان يقف مع الفقراء والمساكين والمظلومين والمعذبين والعبيد، كان يحررهم، كان يقف مع المظلوم، أما الظالم فيأخذ بيده وينهاه عن ظلمه، أو على الأقل لا يعينه على الظلم. يعني أنت أقل شيء أخي الحبيب، يعني النبي يريد أن يوصل لنا رسالة، على الأقل أنت إذا لم تستطع منع هذا الظالم لا تعينه على ظلمه، وبالتالي يعني ينقلب هذا الحديث بدلا من أن يكون وسيلة للتشكيك بالنبي عليه الصلاة والسلام، أصبح وسيلة نثبت من خلالها أنه رسول الله. لماذا؟ المنطق العقلي يقول: نبي كريم كان يعيش في الجزيرة العربية، كان عتاة الجاهلية أبو لهب وأبو جهل وهؤلاء الكبار سادة قريش، الرجل يريد الشهرة والمال والسلطة كما تقولون، طيب يقف ضد هؤلاء؟ بالله عليكم، يقف ضدهم، وقف مع الفقراء، هذا دليل على أنه صادق. اليوم في عصرنا هذا إذا وجدنا رجلا يقف مع الأغنياء والمتكبرين وذوي المال وذوي كذا، طيب ماذا نقول عنه؟ نقول عنه بالفعل هذا يريد الشهرة والسلطة والمال والنساء وغير ذلك.
أما النبي عليه الصلاة والسلام كل أحاديثه فيها نهي عن الظلم الآخرين، يعني حتى ابنته فاطمة رضي الله عنها قال: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لا يوجد تساهل في حقوق الله وفي حدود الله عز وجل. لذلك أحبتي في الله، خلاصة هذا الحديث أنك أنت إذا وجدت ظالما، إذا استطعت أن تنهاه فهذا واجب وأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. لم تستطع، قدم له النصيحة. لم تستطع، على الأقل أنكر هذا بقلبك، وهذا أضعف الإيمان. المؤمن يجب أن يكون لديه رد فعل، أحبتي في الله. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك عندما قال: من رأى منكم منكرا فليغيره أولا بيده. إذا كان يملك القوة والاستطاعة والسلطة بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، على الأقل بكلمة تقول لهذا الظالم مثلا: يا أخي هذا الكلام لا يجوز، هذا فيه إضرار لك قبل الآخرين، ظلمك للناس سيثير سخط الناس عليك وحقد الناس ضدك، وينتظرون أي فرصة لينقضون عليك، وهكذا. فتنبهه، تنصحه. طيب أنت لم تستطع النصيحة، على الأقل لا تعنه على الظلم، يعني بمعنى آخر خليك حيادي على الأقل. فأنكر بقلبك، يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لأن المشكلة أحبتي في الله أنك عندما ترى الشر وترى اللص يسرق مثلا، وأنت في داخلك لا تنكر هذا، يصبح مع الزمن أمرا طبيعيا، وبالتالي أنت يمكن أن تمد يدك وتسرق، لأن الوضع طبيعي أصبح. مثل الكذب، الكذب من يرى غيره يكذب ولا ينكر على الأقل بقلبه، مع الزمن يصبح كاذبا مثلهم. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين، وأن يجعلنا يعني من المساكين، لأن معظم أهل الجنة من المساكين أيها الأحبة، الفقراء والمساكين. وأن نكون مثل حبيبنا عليه الصلاة والسلام الذي نصح سيدنا أبا ذر ذات يوم. ومن هو أبو ذر رضي الله عنه؟ يعني هذا من الصحابة الذين لديهم عاطفة وحساسية وتواضع. كان يبكي سيدنا أبو ذر عندما كان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، عندما يقول مثلا، قال رسول الله، لا يقول ذلك، يقول: حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان الدمع. مجرد أن يذكر اسم النبي يبكي. انظروا كم هو حساس هذا الرجل. فهذا الرجل نصحه النبي أن ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، وأمره بالتواضع، وأمره أن يدنو من الدنو للأعلى، يعني أنت تنزل لعند المسكين، أن يدنو من المساكين ويتقرب منهم. لا تقف هكذا وتنتظر المسكين حتى يسألك، لا، أنت اذهب. للأسف اليوم يعني هذه نصائح أصبحت غريبة في عصرنا هذا. يعني هل تجد رجل غني يتتبع المساكين، يبحث عنهم هكذا؟ موجود، ولكن إلا ما رحم ربي. أمره أن يدنو من المساكين ويتقرب منهم، لأنهم أكثر أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع حبيبنا عليه الصلاة والسلام يوم لقاء الله عز وجل، وأن نكون ممن طبقوا سنة هذا النبي الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.